تتكلم للمشاهدين المستمعين عن نتائج شركة ريتال للربع الثاني 23 والنصف الأول من السنة. طبعا فترة مميزة الحمد لله، على الرغم من كل التحديات اللي بمر فيها القطاع العقاري عالميا مش بس بالسعودية. طبعا في أسباب محددة وكلها يعني في إطار خطة مدروسة، ما كان في مفاجآت في هذا الربع. أولا اليوم العميل في ظل الضغوط على قطاع التطوير العقاري بسبب ارتفاع الفوائد صار يركز على البراند إكويتي، سواء العميل أو الجهة المانحة لقرض الرهن العقاري. الطرفين بهمهم يكون في براند إكويتي، يكون في مطور قوي قادر على أنه يعمل إكسكيوشن سريع ويسلم المنتج النهائي بنفس المواصفات والتوقيت اللي وعد فيه عند الشراء، عشان العميل يكون سعيد ومبسوط بالمنتج تبعه، والجهة المانحة تكون على علاقة طيبة مع العميل ويستمر بدفع المورجج خلال فترة التمويل. السبب الثاني هو سبب كثير مهم كمان، برضه بسبب الضغوط، قدرة المطور الصغير والمتوسط على الاستمرار ضعفت كثير. أتاحت فرصة أكبر للمطورين العقاريين الكبير اللي أكبر حجماً وأكبر عندهم قدرة وملاءة مالية أعلى بأنهم يستحوذوا على قيمة سوقية أعلى. أنا حاعطيك بإيجاز يعني رقم، عدد عقود الرهن العقاري بالربع الأول من 23 كان 30,000 عقد تقريباً، وعدد عقود الرهن العقاري بالربع الثاني كان 21,800. حصة ريتال السوقية من عدد عقود الرهن العقاري اللي توقعت زادت بين الربع الثاني قياسا بالربع الأول ب 20 نقطة أساس. سبب ثالث كمان كثير مهم هو أنه السرعة في إنجاز المشاريع الطيب، وجزء كبير من مشاريع التطوير العقاري عالميا وفي المنطقة بتتأخر في الإنجاز، وهذا بضعف طبعا الطلب عليها. السبب الأخير هو تغيير المنتج والمناطق الجغرافية المستهدفة بما يتوافق مع القدرة الشرائية. طيب يعني انت حدثنا عن اخر ربما التطورات الاخيره، يعني مؤخرا قامت شركه بتوصيه بزياده راس المال يعني ب 25% عبر توزيع السهم لكل 4 اسهم مملوكه، يعني الان اين وصلتم بالنسبه لهذه الزياده التي تم الاعلان عنها سابقا، وهل يعني ربما لا علاقه مع التوزيعات النقديه التي لا تزال يعني مستمره مع شركه ريتال العقاريه؟ صح، شكرا. اولا التوزيعات تمت والاسهم الزياده نزلت بمحافظ المستثمرين. المستهدف من قبل الادراج بالسوق المالي من ريتال كان توزيع نسبه تقريبا 80% من صافي الربح. السنه الماليه 22 وزعنا 81.5% من صافي الربح. طبعا لما نقدر التوقيت والمبلغ لازم نطلع على الفري كاش فلو تو ايكويتي. احنا حاليا بالنص الاول من السنه تقريبا عندنا 140 مليون ريال فري كاش فلو تو ايكويتي، والمجلس امبارح اوصى واعتمد توزيع 80 مليون، يعني اقل من 70% من المتوفر من الفري كاش فلو تو ايكويتي. لا زال المستهدف لكل السنه في اطار ال 80% من صافي الربح ان شاء الله، وفي النص الثاني حسب قديش بيكون متوفر فري كاش فلو ان شاء الله نوصل النسبه او حتى نتجاوزها. دي الآن في ظل هذه الأرباح أين ستتجه وفق استراتيجيتكم سيد عمار؟ شوف، طيب احنا شركة بدينا بالمنطقة الشرقية وكان التوسع للمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية يعني هدف استراتيجي، بعد ما تكون الشركة متكاملة من ناحية هيكل تنظيمي وقدرات إدارية. من تقريبا سنة افتتحنا هيد كوارتر جديد في الرياض، اليوم عدد المشروعات اللي بالرياض والمنطقة الوسطى أكبر عدد مشروعات موجودة في شركة ريتال. من سنة تقريبا كان عندنا 4 مشاريع قيد الإنجاز، اليوم عندنا 11 مشروع قيد الإنجاز. المحفظة فيها تقريبا 6500 وحدة سكنية. خلال الشهر أو شهرين لأقصى حد راح يصير في إعلان رسمي عن مجموعة كبيرة من المشاريع وفيها عدد وحدات سكنية احتمال يتجاوز 50% من عدد الوحدات الموجوده في المحفظه الحاليه. فعشان اجيز الاجابه مره ثانيه، التوجه على المناطق الجغرافيه اللي فيها عمليه البيع سريعه نتيجه وجود قوه شرائيه فيها. اصبح عندنا خبره وتجربه ممتازه خلال فتره
الضغوط الاقتصادية بسبب الفوائد السنة الماضية، وصرنا عارفين بالضبط وين المشروع اللي بنفتحه وبنبيعه بأسرع وقت ممكن. طيب يعني كنتم أعلنتم في شهر أبريل الماضي عن تأسيس صندوق ريمال بارك، يعني لو تحدثنا أكثر عن إلى أي مدى يعني وصلتم في استكمال هذا المشروع، يعني تقريبا نتحدث عن قيمة ب 65 مليون ريال، هل ما ذكرت سابقا عن التوجهات إلى مناطق جديدة داخل كذلك من ضمن هذا المشروع؟ ممتاز، هذا مشروع ممتاز، هو عبارة عن برجين سكنيين، واحد منهم براندد باسم منوبو على البحر مباشرة. بدأنا بالبرج الأول ونسبة الإنجاز فيه تقريبا 10%، وقبل نهاية السنة بنبدأ بالبرج الثاني. هو حجم المشاركة في احنا مطور وشريك في المشروع. حجم الاستثمار الأساسي كان بحدود 60 أو 65 مليون، لكن حجم المشروع بالكامل أكبر من هيك بكثير. كم تقريبا يعني حجمه بالكامل؟ يعني أكثر من 300 مليون. نعم، دعني أسأل معك سيد عمار ما قبل أبريل الذي تفضلت رندا بسؤالك عنه إلى مارس، وكان هناك توجه لزيادة رأس المال في هذا التوقيت وتوصيل مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الإسمية للأسهم، كان الغرض هو تعزيز الملاءة المالية. دعنا نتحدث عن ملاءتكم المالية الحالية. طيب نطلع الموضوع بشكل شمولي. إجمالي الأصول من سنة 22 لتقريبا نص 23 زادت بحوالي 600 مليون ريال، بينما حقوق الملكية على تقريبا 725 أو 730 مليون ريال. العائد على حقوق الملكية ارتفع من 34% إلى 38%. حجم المديونية زاد 400 مليون ريال، وصافي الربح تضاعف. فإحنا اللي عم نحاول نعمله كإدارة تنفيذية بتوجيه طرف مجلس الإدارة بأن نعظم الربحية، نقترض اقتراض مباشر خاص بالمشاريع، مش اقتراض عام أو لشراء مخزون عقارات. المديونية بالكامل الموجودة على ميزانية ريتال عمومية هي مديونية متعلقة بالمشاريع، بتم تسديدها من العوائد النقدية اللي بتيجي من المشاريع. زيادة رأس المال ساعدت في رفع ملاءة ريتال. اليوم مع حجم المديونية لازم نطلع على adjusted leverage ب 2.68 تقريبا، وهو يعني نسبة المديونية مقبولة جدا في إطار زيادة حجم الأصول ومضاعفة ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة.